السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى إن أنتم تكونوا كويسين. النهاردة هنكمل شرح كده في بعض النقاط في الأسايمنت. إحنا اتكلمنا إن إحنا في دلوقتي عندنا 5 جروبات خلاص اتقسموا. الجروب الأول 10 طن، 20 طن، 30 طن، 40 طن، 50 طن. كل جروب هياخد فئة. في ناس كانت بتسألني 10 طن مثلا مفيش منه موتور وجير بوكس. انا قاصد الكلام ده لان انت دلوقتي في الديزاين لازم يبقى فيه تفكير شوية. ما ينفعش كل حاجة جاهزة هتجيبها من على النت وخلاص، لازم تفكر ازاي تعدل، ازاي تعمل. فحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تنفذوا المواصفات المطلوبة دي. الجزئية التانية احنا بنتكلم دلوقتي عن بي واحد مثلا، بيقول لك draw construction drawing for bolts nuts which are used in the hydraulic cylinder. انت ببساطة هتخش على اي كتالوج هيدروليك بريس وهتبدا تشوف ايه بيستخدموا، ايه الانواع بتاعه المسامير والصواميل والمواد المختلفه ليها، وهتجيب بقى انت سبيسيفيكيشن وتبدا ترسم على اساس الابعاد اللي موجوده دي. فانت لازم هتحط ريفرنس في الاخر، الكتالوج اللي انت جبته، الكتاب اللي انت جبت منه السايت، ايا كان الريفرنس هتبدا تضيفه. طبعا الريبورت عايزه في صوره ريبورت، اللي هو اول حاجه في كفر، في بعد كده تيبل اوف كونتنت، بعد كده الفيجرز، يعني في الاخر خالص صفحه الريفرنسز، يعني يبقى ليه شكل الريبورت اللي احنا عارفينه. تاني بي مثلا بي 2 كالكوليت ذا ستريس ان ذا بولتس اند نوتس ويتش ار يوزد ان ذا هيدروليك سلندر. هنا انا دي عاملها سيلف ستادي، يعني الحسابات اللي هي بتاعه الاستريس على البولتس والنوتس عاملها سيلف ستادي. دي هتجيبها ازاي؟ انا بقول لك 10 طن، فانت هتشوف البريشر بتاع البريشر اللي جوه الهيدروليك سلندر قد ايه. يبقى انا كده عرفت اضرب بقى البريشر اللي جوه السلندر في الاريا، جبت الفورس اللي وقع على الكفر بتاع السلندر. طيب انا مثلا هتخيل او هشوف في الكتالوج هو مربطين السلندر بكام مسمار مثلا، ونفرض 6 مسامير. يبقى انا هقسم الفورس دي اللي انا جبتها، ضربت البريشر في الاريا، جبت الفورس الكليه، اقسم بقى الفورس على 6 اللي هي، يبقى جبت الفورس اللي وقع على المسمار الواحد. دي طبعا فورس تنسايل لانها هتبدا تشد الايه البولت. هقسم الفورس دي على الاريا، يبقى انا جبت الاستريس التنسايل استريس. دي الطريقه اللي انت هتمشي بيها في حساب الاستريس بتاع البولتس والنوتس. طيب البي 3 plot a complete assembly drawing for the coupling and gearbox. يعني انت بمنطقه بتاعه الكابلنج مع الجير بوكس مع الموتور هترسمها لوحدها كده كشغل اسامبلي. اسامبلي معناه ايه؟ معناه ان انت هترسم الكابلنج كل جزء لوحده، هترسم الجير بوكس كل جزء لوحده، وبعدين انت هتعمل رسمه تجميعيه اسامبلي في الاخر. يبقى انت كده هتعمل اسامبلي للكابلنج وجير بوكس مع بعض مع الموتور. طبعا ممكن تعمله زي حاجه سلندر مدوره كده وتعتبر هي دي الموتور. بعد كده before calculate the dimensions and materials of different gear types in the gearbox tray. طبعا ابعاد اللي انا طالبها هنا، انا محتاج ديامترز اللي هي البيتش سيركل ديامتر بتاعه الجيرز اللي هي هتحقق لي المواصفات اللي فوق. خلاص كده طبعا هيبقى كومباوند جير وعدد الاسنان بتاعته، انا عايز بيتش سيركل دامتر وعدد اسنان. طيب convert 2D sectional and projection of hydraulic cylinder into 3D solid. الاول هترسم كل جزء لوحده بالنسبه للسلندر بس، الهيدروليك سلندر الجزء بتاع الهيدروليك سلندر، يعني هترسم البيستون لوحده وهترسم السلندر لوحدها، ادي كده ال2D بتاعك. بعد كده هتعمل لها موديلنج او 3D موديلنج، هيبقى في فايل 3D وانا عايز كل فايلات ال3D تبقى ستيب فايل. step file يعني انت هتعمل save as step file. ماشي differentiate between elasticity plasticity creep، ده شغل نظري، هتقول بس تعريف ايه هي الالاستيستي البلاستيستي ايه هو الكريب. طيب P7 create relationships between 3D objects in functional assembly. طبعا وانت بتعمل assembly هيبقى مثلا بتعمل مات، ان انت بتحط جزء على جزء، ففي مات، في concentric، في مثلا point على point. هتوضح الكلام ده في صورة صور ان انت عملت مثلا ميتنج، عملت كونسنترنج، عملت بوينت تو بوينت وهكذا. دي بالنسبه للبي 7 عباره عن صور وتعليق تحتيها بس. بي 8 ديفاين فاريبلز ديفرنت تايبس اوف فور اوبجكت دايمنشنز. هنا اللي هي الدايمنشنز،
الدايمنشنز، عرف الدايمنشنز المختلفه اللي انت ممكن تستخدمها. طبعا في انواع كتير من الدايمنشنز، فانت هتشرحها برضو، ده شغل نظري ما فيهوش اي حاجه. بي 9 ابلاي بارامترز تو تشينج ذا موديل اوفرول اند انتر كونكتد اند ميتنج سيرفيس. انت هنا في بارامترز معينه، مثلا بتقول ايه لو غيرت القطر بتاع السلندر هلاقي ان كل الابعاد بتاعت السلندر اتغيرت. اعمل مثال واحد على حاجه زي كده، ان انت بتغير بعد في ابعاد كتير بتتغير بعد كده. يعني ممكن تعمل مثلا غيرت السلندر فتلاقي ان حجم البريس نفسه كبر معاك. فانا عايز مثال ازاي انت غيرت بارامترز والبارامترز التانية اتغيرت او الدايمنشنز التانية اتغيرت. بي 10 ابلاي اوبتمايزيشن تكنيك يوزنج ذا ديزاين اوبتمايزيشن فانكشنز ان ذا 3 دي موديلنج سوفت وير تو مينيمايز ذا ويت اوف ذا جير بوكس. طبعا في انواع، في طرق مختلفة جدا لحساب الاستريس على على الاوبجكت. فانت هتختار ايه في الحاله ديت؟ هتختار جزء واحد 3D خلاص كده، وهتقول ازاي تقلل الوزن بتاعه. ازاي تقلل الوزن بتاعه؟ يبقى ازاي الوزن بتاعه؟ هبدا اقلل السيكنس مثلا بتاع الجير. طب اشوف الاستريس اللي وقع عليه، هل هيستحمل ولا مش هيستحمل، لغايه ما اوصل لانسب سيكنس مثلا. يبقى هو ده كده انا وصلت قللت الويت على اقصى ما يمكن. بعد كده كرييت ا بيل اوف ماتيريالز فور ذا هيدروليك بريس. سهله جدا، بعد ما انت رسمت الرسمه الاجماليه بتاعه الهيدروليك بريس هتعمل بيل اوف ماتيريال، ان انت بتقول والله انا استخدمت مثلا 20 مسمار ماتيريال كذا، استخدمت مثلا تو بيلرز، البيلرز اللي هي العمدان بتاعه التو بيلرز مقاس كذا وماتيريال كذا. البيل اوف ماتيريال هو الجدول اللي فيه اللي بتكتبه تحت في اليمين في اللوحه اللي فيه الجزء والماتيريال بتاعته وعدده. خلاص كده بي 12 بي 13 كريت اسامبل اند سب اسامبل تري فور. انت هتديني بس صوره، بعد ما عملت اسامبل تديني صوره كده في على الجنب الشمال بيبقى في الاسامبل تري اللي هي الاجزاء كلها، وممكن تفتح لجزء واحد ويبقى في سب اسامبل في حاجات جواه. يعني مثلا السلندر هتفتح هتلاقي فيها جواه ايه، بيستون ومسامير ومش عارف ايه. هات لي بس صور للجنب الشمال من الاسامبل في البرنامج. هو ده يبقى دي صور وتعليق عليها بس. بي 14 كالكوليت ذا ستريس فاليوز ان كريتيكال بارتس اوف ذا هيدروليك بريس اند بريدكت ذا سوتبل ماتيريالز يوزد اند ذا دايمنشنز اوف ذا بارتس. هتحسب الاستريس مثلا هتحسب الاستريس مثلا هنا ممكن تختار في الهيدروليك بريس هنا هتختار جزء واحد ماشي، وليكن مثلا الهيدروليك سلندر مثلا هحسب عليها الاستريس اللي واقع عليها. طيب موديل ذا هيدروليك بريس كومبوننتس يوزنج 3 دي موديلنج سوفت وير. هنا هتحط هتعمل ايه؟ هتعمل الاسامبلي بتاع الهيدروليك بريس كله على بعض كمجسم في، طبعا ده هيتسيف ستيب 5 ماشي. فاليديت ذا ديزاين اوف وان بارت يوزنج سوليد وركس تو كالكوليت ذا ستريس ديستريبيوشن. ده ببساطه برضه صوره هتعملها لي، مثلا وليكن هتختار جير مثلا جزء واحد بس وهتعمل عليه ستريس اناليسيس. سهل جدا على البرنامج، وهتعمل لي الصوره وتعليق عليها بس. بالنسبه لبي 16 نيجي بقى للام والدي. ام 1 3 اكسبلين ذا ميثود تو مينيمايز ذا ميكانيكال وير اكزيست ان ذا جايد بيلرز اوف ذا. زي ما قلت انا في طرق كتير جدا عشان اقلل الوير اللي وقع على البيلر اللي هو العمودان العمدان بتاعه المكبس. فهنا هتختار هتقول ايه هي الطرق دي وتشرحها. Describe two different types of hydraulic pump operating system that can be used in the hydraulic press and choose the better pump system. And هتدي هنا نوعين system من البامب operating. في طبعا في بامب سنترفيوجال، في انواع كتير قوي. فانت هنا هتختار نوعين منهم وبعد كده تختار الانسب وتقول ايه هي الاسباب. هتشرح الاول النوعين وبعدين تختار الانسب وتقول السبب ايه. ام 3 3 هتعمل هنا برزنتيشن ذا كومبليت اسامبل دروينج اوف كابلنج اند جير بوكس. الكابلنج جير بوكس اللي انت عملتهم في البي اللي فوق خالص عملت لهم اسامبل، هتعملهم في باوربوينت بس كنوع من البرزنتيشن. الدي 1 4 وات ار يور امبروفمنتس فور ذا هيدروليك بريس تو بي مور باورفول هاف جود ميكانيكال افشنسي اند مينيمايز انرجي لوس. ازاي اقلل الانرجي لوس في الهيدروليك بريس وازود الكفاءه بتاعته؟ ده شغل نظري هتكتبه برده. Introduce a complete plan which explain the method of assembly of the hydraulic unit including motor, gearbox, coupling and hydraulic pump by the aid of photos including comments. هنا هتعمل ايه؟ ازاي انت عملت تجميع ببساطة
للجزء بتاع الهيدروليك اللي هي الموتور والجير بوكس والكابلنج والهيدروليك بامب. ازاي انت عملت، بتعمل صور خلاص، ازاي انت عملت اسمبلي للكلام ده بالخطوات بالشرح بتاعها بس كده. هو ده دي اتنين، دي تلاتة اربعة. describe by the aid of sketches the techniques to increase the torque of the motor and minimize the energy loss for the hydraulic press. ازاي ازود التورك بتاع الموتور، يعني ايه ازود التورك بتاع الموتور؟ في طرق كتير جدا، يعني ممكن استخدم موتور صغير بس انا ازود قدرته بحاجات معينة، مثلا من ضمنها مثلا الفلاي ويل. خلاص كده اديت لكم فكرة يعني، بس في افكار كتير. دي تلاتة اربعة. ده كده نهاية الاسايمنت، وشكرا لكم جدا.